مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نقرأ فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعراقية والعربية والعالمية بعد فاصل قصير. البداية من صحيفة الشعب، طريق الشعب، تقول عن القمع والبطالة وجهاء الأزمة. يتناول الكاتب جاسم الحلفي تعامل السلطات العراقية مع الاحتجاجات الشبابية، مسلطا الضوء على الفشل في معالجة البطالة والاعتماد الكبير على عائدات النفط، ويشدد على الحاجة لدعم الصناعات الوطنية والقطاع الزراعي وللحد من الأزمة الاقتصادية. ويشير الحلفي إلى أن الحلول القمعية ليست سوى مسكنات مؤقتة تزيد من تعقيد الوضع، حيث أن الشباب العراقي يشعر بالإحباط والتهميش، كما يبرز أهمية تبني سياسات اقتصادية جريئة تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية المستدامة. ويؤكد أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يعوق أي جهود إصلاح، ومما يجعل الحاجة إلى تغيير جذري في النهج الاقتصادي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وما يزيد الطين بلة اعتماد ميزانية الدولة بشكل رئيس على عائدات النفط، فإذا حدث أي انخفاض في أسعار النفط عالمياً فإن الدولة ستواجه أزمة في تأمين رواتب الموظفين، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا بدلا من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، تتبنى الدولة حلولا مؤقتة تعتمد على توزيع الثروة النفطية، وهو أمر غير مستدام ويجعل البلاد رهينة لتقلبات السوق العالمية. وفي ظل هذا الوضع يمكن القول إن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يكن فقط في سرقة الأموال والمشاريع، بل في هدر الإمكانيات الاقتصادية وتأخير التنمية المستدامة. وسرقة القرن ليست سوى جزء من مشكلة أكبر تتمثل في السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أفسدت الاقتصاد وأدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية الشعب. إن حل مشكلة البطالة وغيرها من المعضلات الاقتصادية الاجتماعية لا يكمن في قمع الاحتجاجات أو في محاولة تسكين الأزمات بشكل مؤقت، فالدولة بحاجة إلى سياسات اقتصادية جريئة وشاملة تعيد بناء الثقة بين الشعب والنظام. وبدون إصلاح اقتصادي حقيقي وتوجه استراتيجي لدعم الصناعات الإنتاجية، لن يكون الانفجار الاجتماعي القادم بعيداً، ولن تتمكن السلطات من السيطرة عليه بمجرد اللجوء إلى الحلول الأمنية. وإلى ملفات التنصت في العراق، يناقش الكاتب سمير داوود حنوش استخدام التنصت كأداة سياسية بين الفصائل العراقية والعواقب المترتبة على عدم الاستقرار السياسي. يتناول تأثير هذه الفضائح على العملية السياسية وكيف تستغل الفصائل التنصت في ضرب خصومها، ويشير إلى أن هذه الممارسات تعكس ضعف الثقة بين الأطراف السياسية وتؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية، كما يبرز كيف أن هذه الفضائح قد تؤدي إلى انهيار النظام السياسي إذا لم يتم التعامل معها بحزم. ويؤكد حنوش على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. لم تكن ذاكرة العراقيين تنسى فضيحة التجسس أو الابتزاز في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وخيوط تلك الفضيحة التي تورطت بها شخصيات مهمة في مكتب رئيس الوزراء حين تم إلقاء القبض عليهم بعد أن ازدادت أعداد ضحاياها من برلمانيين ومسؤولين حكوميين وقادة وزعامة حتى في الإطار التنسيقي الداعم لحكومة السودان. والمفارقة أن القائمة لم تخلو من التنصت على مرجعيات دينية، حتى استيقظ العراقيون على فضيحة أخرى أبطلها مسؤولون سابقون في مجلس محافظة ذي قار جنوب العراق لابتزاز مسؤولين حاليين في دوائر المحافظة والبلدية عبر صور ومقاطع مسجلة دون علم الأطراف المعنية.
حادثة لم تثر انتباه العراقيين أو تسجلها ذاكرتهم في سجل الأحداث التي تشهدها أيامهم العصيبة، لأنهم تعودوا على الصدمات التي لم تعد تصدمهم. ترافقت هذه الحادثة مع حادثة التسجيلات المسربة التي توثق تلقي رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون ريشن والقيام بأعمال غير مشروعة في التربح عن طريق استغلال منصبه. هزات سياسية أحدثت شرخاً بين شركاء العملية السياسية، حتى راحت بعض المصادر تتحدث أنه ربما سنكتشف في قادم الأيام، وهي في أمر مؤكد، شبكات تجسس وتنصت في محافظات عراقية أخرى أو في وزارات أو حتى بين أروقة أجهزة أمنية لغرض استفادة الأعداء منها، بعد أن أصبح سلاح التنصت من الأسلحة الفعالة التي تطيح بالشركاء قبل الاستعانة بقوى خارجية للإطاحة بهم. وإلى موقع عربي 21 والضغوط السياسية على السودان، يستعرض الكاتب وليد الخزرجي الصراعات داخل الإطار التنسيقي في العراق، والتركيز على الضغوط الممارسة على رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني لثنيه عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث يوفر سياقاً للخلافات السياسية والعوامل المؤثرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويشير إلى أن هذه الضغوط تأتي في إطار محاولات بعض الفصائل لتعزيز نفوذها السياسي وتقليل تأثير السوداني المتزايد، كما يبرز كيف أن هذه الصراعات قد تؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية في العراق. في تطور سريع للخلافات داخل الإطار التنسيقي في العراق، تقود قيادات إطارية حملة قضائية ضد أطراف تعمل في الحكومة قريبة من رئيس الوزراء محمد شيع السوداني، والتي يراها البعض أنها ضغوطات ضد الأخير من أجل إرغامه على عدم المشاركة بالانتخابات المقبلة. وبحسب مواقع محلية، فإن نور المالكي وقيس الخزعلي القياديين في الإطار رفعا دعاوى قضائية ضد محمد جوحي المدير في رئاسة الوزراء، وذلك بعد أيام من ملاحقة حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الحكومية قضائياً لاتهام أحد القضاة بالتواطؤ في قضية سرقة القرن. وبخصوص اشتداد الصراع داخل الإطار التنسيقي، قالت مصادر سياسية عراقية خاصة لعربي 21 طالبة عدم الكشف عن هويتها، قالت إن قضيتي جوحي وحنون تسببتا بأزمة شديدة بين قوى الإطار، وإن تأثيرهما بات واضحاً داخل الأوساط السياسية ولا سيما الشيعية منها، كتل داخل الإطار التنسيقي تخشى أن تهمش في الانتخابات البرلمانية المقبلة نتيجة بروز أوراق رابحة كثيرة للسوداني. لذلك كانت شبكة محمد جوحي وقبلها قضية سرقة القرن وسيلة للضغط عليه من أجل أن يستسلم مبكرا قبل خوضه الانتخابات. إلى الجزيرة نت ومقال تحت عنوان التهديد الأقصى تحت التهديد الوجودي الأكبر له، يسلط الدكتور عبد الله معروف الضوء على التهديدات المتزايدة التي يواجهها المسجد الأقصى من قبل جماعات متطرفة مثل أبناء جبل موريا. يشير إلى الفيديو الذي نشرته هذه الجماعة والذي يظهر المسجد الأقصى يحترق، مما يعكس نوايا خطيرة تجاه المسجد. يوضح معروف أن هذه الجماعات تستغل الأوضاع السياسية والدينية الحالية لتمرير أجنداتها، مستفيدة من وجود أفرادها في شرطة الاحتلال. ويبرز الكاتب كيف أن هذه الجماعات ترى في الوضع الحالي فرصة لتنفيذ مشاريعها الدينية المتطرفة، مستغلة بطبيعة الحال حالة العجز العربي والإسلامي في حماية المسجد، ويؤكد على أهمية الردع الشعبي الحازم من قبل المقدسيين وسكان ما يسمى مناطق الخط الأخضر والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تحرك العرب والمسلمين عالميا للضغط على حكوماتهم لاتخاذ خطوات فعلية لحماية المسجد الأقصى، كما يدعو إلى تعزيز الوعي العالمي حول خطورة هذه التهديدات والعمل على توحيد الجهود الدولية لحماية المقدسات الإسلامية.
المسجد الأقصى المبارك يعيش حاليا معركة وجود بكل ما في هذه الكلمة من معنى، والموسم القادم يحمل معانا خطيرة جدا لدى تيار الصهيونية الدينية وتيارات اليمين المتطرف في إسرائيل وخارجها على حد سواء. وهذه الجماعات باتت ترى أن الأرضية مهيئة الآن لتفجير المنطقة بالكامل حسب رؤيتها الدينية الخلاصية حول قدوم المسيح، وترى أن الأرضية مهيئة في المسجد الأقصى لتنفيذ مشروعها على الأرض، مستفيدة من حالة العجز العربي والإسلامي غير المسبوقة رسمياً وشعبياً فيما يتعلق بحماية المسجد. لهذا فإن الردع الشعبي الحازم للاحتلال ومستوطنيه بشتى الطرق بات ضرورة ملحة تقع على عاتق المقدسيين أولا باعتبارهم العيون الحارسة وخط الدفاع الأول عن المسجد، وعلى سكان مناطق الخط الأخضر كذلك باعتبارهم القوة الثانية من حيث إمكانية الوصول للمسجد الأقصى والدفاع عنه بفاعلية، وسكان الضفة الغربية باعتبارهم الحاضنة الطبيعية للقدس وأهلها، وهذا لا يعفي كل قادر على الوصول إلى المسجد من كل مكان في العالم من مسؤوليته في الدفاع عن المسجد وصولا إلى مجموع العرب والمسلمين في كل مكان ممن ينبغي أن يشكلوا ضغطا حقيقيا على حكوماتهم يلزمها التحرك على كافة الصعد وبمختلف المستويات لحماية المسجد فعليا لا بمجرد الاستنكار والتحذير. في وول ستريت جورنال، أمريكا لا تتوقع اتفاقا بين إسرائيل وحماس قبل انتهاء ولاية بايدن. بعد أشهر من القول إن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن أصبحا في متناول اليد، يعترف كبار المسؤولين الأمريكيين الآن بشكل خاص بأنهم لا يتوقعون أن تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إن الأطراف المتحاربة وافقت بالفعل على 90% من نص الاتفاق، لذا لا يزال هناك أمل في تحقيق تقدم، لكن عددا من كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون يزعمون أن الأطراف المتحاربة لن توافق على الإطار الحالي. وقد استشهد المسؤولون الإسرائيليون لسببين رئيسين وراء هذا التشاؤم، فقد كانت نسبة الأسرى الفلسطينيين الذين يتعينوا على إسرائيل إطلاق سراحهم لإعادة المحتجزين لدى حماس إلى تشكل نقطة خلاف رئيسية في ذلك. الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يضر بإرث بايدن الذي كان بطيئا في إقناع نتنياهو بأنه يجب أن يعطي الأولوية لإعادة نحو 250 محتجزا بعد احتضانه لإسرائيل. ونتيجة لهذا فإن المزاج داخل الإدارة وفي الشرق الأوسط أصبح قاتما كما كان منذ شهور. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي مخيفة، رغم أن الإدارة أشارت منذ أشهر إلى أن الاتفاق قريب، إلا أنه قال: نحن لسنا أقرب إلى ذلك الآن مما كنا عليه قبل أسبوع واحد. ومع ذلك أكد أن الإدارة ستظل تعمل نحو تحقيق اختراق دبلوماسي بعيد المنال. وقالت وول ستريت جورنال إن المخاطر الآن أعلى مما كانت عليه منذ أسابيع، ويظل وقف إطلاق النار هو المحور الرئيس لاستراتيجية إدارة بايدن في المنطقة، معتقدة أنه سيعمل على تهدئة التوترات. والآن إلى متابعة فقرة الكاريكاتير. عرض
أو تم عرض آلاف من دمى الدببة في الدوحة تخليدا لذكرى أطفال غزة، حيث عرض في العاصمة القطرية الدوحة 15,000 دمية للدببة لتسليط الضوء على مأساة الأطفال في الفلسطينيين في قطاع غزة الذين فقدوا أرواحهم في الحرب الإسرائيلية على القطاع. ويهدف هذا العرض إلى دعم أطفال غزة من خلال بيع كل قطعة عبر منظمة قطر الخيرية وتوجيه العائدات لجهود الإغاثة في قطاع غزة. والآن إلى متابعة فيديو اليوم. بهذا الفيديو نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.